السلام عليكم يا رب تكونوا جميعا بخير واهلا بيكم في فيديو جديد الناس يا جماعه اللي عماله تقول لي ان موضوع مدام هناء خلص او مغتربه انا مش عايزه اقول اسمها الموضوع ده خلص هي اذت اربع خمس قنوات والمفروض ان انت خلاص ترضي بده والموضوع بسيط يعني حتى رجع لقول الله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم يعني ايه بعد ما تاذينا بعد ما ان احنا نكرمها او نحبها بلاش نكرمها دي عشان هي بتطلع تقول ازاي تقولوا ان انتوا اكرمتوا واحده ست مسلمه ما انتوا لو اكرمتوا واحده ست مسلمه انتوا طلعتوا بمشاهدات كلام الفارغ ده كله لا والله لا كنا احنا بنفكر لا في مشاهدات ولا انا وقناه زميلاتي قنوات بسيطه بس احنا قدمنا لله مش قدمنا للبشر بس كان رد الفعل شديد جدا مننا وتعرف الخبيث ساعتها وتعرف الطيب لما تطلع واحدة تقول لك إيه اه خلاص انتي اتكلمتي المفروض ان انتي ايه ما تتكلميش تاني وكانت حبيبه الصحر لمجرد ان هي حبيبه لهناء طب لما طلعت المدام خبيثه وذات الف وجه انا اعمل ايه يعني لما اكتشف ده انا ساعتها اعمل ايه غير ان انا يعني أحزن وأشتكي لله سبحانه وتعالى قبل ما أشتكي البشر قبل ما أنتوا بتلوموني طب وهي مالها مثلا فلانة مالها أم بدر مالها الأميرة خلود لا يا جماعة الناس دي كانت شاهدة معانا وكانت بتحبها زي ما احنا بنحبها فلازم النهاردة يعرفوا الحقيقة احنا عادنا نحب فيك سنة واتنين وتلاتة فاكرين قصة الجن لما قعدوا يخدموا في سيدنا سيدنا سليمان ولما مات ووقعت العصا بيه قالوا لو كنا نعلم الغيب ما لبسنا في العذاب المهين لانه قعد ميت سيدنا سليمان ولما الارض اكلت من سقته اللي هي عصاه عرف عرفت الجن ان هو مات فعشان هم بيخدموه مش ابتغاء وجه الله اصلا حزنه جدا ان هم خدموه لكن انا كنت بعزك وبحبك في الله فاللي انت عملتيه ده شيء يعني يندى له جبين البشريه انت بتتكلمي في الموضوع اكتر من مره يا مدام سحر لا يا جماعة الموضوع ما ينفعش ان هو يخلص في فيديو واحد ما ينفعش ده مش انصاف لله سبحانه وتعالى ده حتى المثل ان اتنين بيتخانقوا مع بعض واحدة بهدلت التانية في الشارع بهدلتها اخر بهدلة وبعد كده جت على جنب كده وقالت لها سامحيني عشان كده بقولولك لك بهدلتيني في شارع ومش عارفه صالحتيني في حاره او مش يعني نسيت المثل طبعا لكن عايزين نعرف النهارده اهم حاجه ايه الفرق النهارده بين مصريه وبين مغتربه الفرق يا جماعه ان واحده فيهم كانت متصالحه مع نفسها وعارفه هي مين بالظبط او ذات وجه واحد مصريه كانت ليها وجه واحد الكل فاهمه وانا النهارده مش بشكر في مصريه لان ده نوع من الجنون ان انا اشكر فيها الست يا جماعه كانت ليها وجه واحد، أنا غبيه، أنا بكره هناء، أنا ما بحبهاش، أنا ما بحبلهاش الخير، أو عايزه أظهر مساوئها بأي طريقه، بالحق بالباطل مش فارق معاها، دي اسمها ذات الوجه الواحد. لكن الأخت اللي احنا بنقول عليها الله والناس تطلع في الكومنتات تقول لها نعمل إيه يا مدام؟ تقول لهم قيموا صلاة الليل، الله على قراءة مش عارفه سورة ياسين أو سورة الواقعة، يعني نمشي واحنا وولادنا ونقعد جنبك يا مدام. لكن انت كده طلعتي ذات ألف وجه ان انت تحاربي قنوات أهل الله، تحاربي الناس الطيبين. عارفه يعني ايه ان انت تحاربي اهل الله دي كبيره قوي قوي عند ربنا ان انت تقولي انا مش عايزه حد يدافع عني عشان الغيره اللي في قلبك حسدا من عند انفسهم، خايفه ان تكون واحده فيهم حد يحبها من الفانز عندك، الكلام ده كله، الكلام ده كله بقى زي ما رب العالمين قال: "وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا" معلش يا جماعة وأنا زعلانة ببقى مندفعة في الحق الحق هو الله سبحانه وتعالى أنا مش جاية بوشين الأول عشان مش عارفة مين قلبت عليا لا 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 أنا مصدومة أساسا من اللي حاصل أنا مش مصدقة إن ست مؤمنة تعادي ست مؤمنة زيها لمجرد إنها خايفة على قناتها دي حاجة ولا خطرت على قلب بشر بصراحة وبعدين أنا بعرف اللي بيكتب لي كومنتات يا جماعة بعت لي كومنت إيه بقى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام آية 204 قلت لها يعني الله على الإيمان ما شاء الله عليك أن أنت حافظة رقم الآية أنا يتقال عليا ويشهد الله على ما في نفسي وأنا ألد الخصام يعني عايزة تعتبريني مني أنا اللي عديت رسول الله مثلا أو بنيت مسجد ضرار عياذاً بالله ونسيتي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظلموا نسيتيها دي ها نسيتي ان قال عن انسان عند رب العالمين ذو وجهين يقابل هذا بوجه وهذا بوجه عياذا بالله عشان حاجه من حاجات الدنيا التافهه اللي ما تستحقش ده كله. نسيتي اصحاب الاعراف اللي حسناتهم قد سيئاتهم يقعدوا يتفرجوا كده على الجنه ومش يقدروا يدخلوها ابدا؟ دي مصيبه كبيره يا جماعه والله. نسيتي يعني ايه لا يدخل الجنه من في قلبه مثقال حبات من كبر وانت ما شاء الله يعني اكتشفنا ان إنتي عندك 2 كيلو مثلا كبر ما هو انت تكبرت على الناس المحترمه يعني سبت الناس اللي بتهينك وتكبرت وخفتي على قناتك من الناس المحترمه انا مش عارفه انت ايه بالظبط انا كل مره هتكلم والناس نفسها هتعرف انت ايه ياما محمود وانجيلا من ايطاليا قعدوا يقولوا لي انت بتشكري في انسانه ما وجود انا ما كنتش بصدقهم سبحان الله لحد ما شفت الموقف اللي انا لحد دلوقتي مش قادره اصدقه بصراحه حسبنا الله كفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى شمس قالت ان زعلك كل مني ان انا قلت ان انت بتخسري الاستاذ رضا انا ببشرك ان انت خسرتيه خلاص وبشرى مني انت ماشيه في الخسران المبين الله ينور وفيما معنى الايه ان ربنا بيقول ان في بني ادم هتصيبه فتنه فينقلب على عقبيه عياذا بالله بيخسر الدنيا والاخره آه فيا ترى انت من الشخصيات دي يا مدام أنا سبحانك يا ربي يعني مش أي بني آدم يقول أمنت يعني أفحسب الذين آمنوا أن يترقوا أن يقولوا آمنا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين يا مدام ونسيت أقول لك كمان أن أنت متي إجلينكيا يا الله الله يرحمك